بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان، من علم المواريث للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 13. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، شرع لعباده ما يصلح دينهم ودنياهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد الذي بين للناس ما نزل إليهم من ربهم، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونتحدث إليكم في هذه الحلقة عن أحكام المواريث امتدادا لحديثنا في الحلقات السابقة، وقد انتهينا فيها إلى باب التعصيب، فليكن موضوع حديثنا الآن: التعصيب لغة مصدر عصب يعصب تعصيبا، فهو معصب مأخوذ من العصب بمعنى الشد والإحاطة والتقوية، ومنه العصائب وهي العمائم. والعصبة في الفرائض جمع عاصب، لفظ يطلق على الواحد فيقال زيد عصبة، ويطلق على الجماعة فيقال رجال عصبة. وعصبة الرجل قرابته من جهة أبيه سموا عصبة لأنهم عصبوا به، أي أحاطوا به، وكل شيء استدار حول شيء فقد عصب به. فالأب طرف، والابن طرف، والأخ جانب، والعم جانب. وقيل سموا بذلك لتقوي بعضهم ببعض من العصب، وهو الشد والمنع، فبعضهم يشد بعضا ويمنع من يتطاول عليه. والعاصب في اصطلاح الفرضيين هو من يرث بلا تقدير، لأنه إذا انفرد حاز جميع المال، وإذا كان مع صاحب فرض أخذ ما بقي بعد الفرض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وينقسم العصبة إلى ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. فالقسم الأول العصبة بالنفس، وهم المجمع على إرثهم من الرجال إلا الزوج والأخ من الأم، وهم 12: الابن وابن الابن وإن نزل، والأب والجد من قبل الأب وإن علا، والأخ الشقيق، والأخ لأب، وابناهما وإن نزلا، والعم الشقيق، والعم لأب وإن علوا، وابناهما وإن نزلا. الثاني العصبة بالغير، وهم 4 أصناف: الصنف الأول البنت فأكثر مع الابن فأكثر، الصنف الثاني بنت الابن فأكثر مع ابن الابن فأكثر إذا كان في درجتها، سواء كان أخاها أو ابن عمها، أو مع ابن الابن الذي هو أنزل منها إذا احتاجت إليه. ودليل هذين الصنفين من العصبة قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فهذه الآية الكريمة تناولت الأولاد وأولاد الابن. الصنف الثالث الأخت الشقيقة فأكثر مع الأخ الشقيق فأكثر، الصنف الرابع الأخت لأب فأكثر مع الأخ لأب فأكثر. ودليل هذين الصنفين قوله تعالى: فإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. فتناولت الآية الكريمة ولد الأبوين وولد الأب، فهؤلاء الأربعة من الذكور: الابن وابن الابن، والأخ الشقيق، والأخ لأب، ترث معهم أخواتهم عن طريق التعصيب بهم. أما من عداهم من الذكور فلا ترث أخواتهم معهم شيئا، وذلك كأبناء الإخوة وكالأعمام وأبناء الأعمام. القسم الثالث من أقسام العصبة العصبة مع الغير، وهم صنفان: الصنف الأول الأخت الشقيقة فأكثر مع البنت فأكثر، أو بنت الابن، أو بنت الابن فأكثر. الصنف الثاني الأخت لأب فأكثر مع البنت فأكثر، أو بنت الابن فأكثر.
وهذا هو قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، أن الأخوات لأبوين أو لأب عصبة مع البنات أو بنات الإبن. ودليلهم ما رواه الجماعة إلا مسلما والنسائي أن أبا موسى رضي الله عنه سئل عن بنت وبنت ابن وأخت، فقال للبنت النصف وللأخت النصف، وقال للسائل ائت ابن مسعود، فلما أتى ابن مسعود وأخبره بقول أبي موسى قال لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت. هذا والعصبة بالنفس من انفرد منهم حاز جميع المال، لقوله تعالى وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فورث في هذه الآية الأخ جميع مال أخته. وينفرد العصبة بالنفس بهذا الحكم، ويشارك بقية العصبة في أنهم إذا كان أصحاب الفروض فإنهم يأخذون فروضهم وما بقي يكون للعصبة، لقوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، وإن لم يبق شيء بعد الفروض سقطوا. هذا وللعصبة جهات ست، هي جهة البنوة، ثم جهة الأبوة، ثم جهة الأخوة، ثم جهة بني الأخوة، ثم جهة الولاء. والولاء هو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، ودليلها قوله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق. وإذا اجتمع عاصبان فأكثر فلهم حالات: الأولى أن يتحدا في الجهة والدرجة والقوة، وحينئذ يشتركان في الميراث كالأبناء والأشقاء والأعمام. الثانية أن يختلفا في الجهة فيقدم في الميراث الأقدم جهة، كما لو اجتمع الابن والأب فيقدم الابن في التعصيب على الأب. الثالثة أن يتحدا في الجهة ويختلفا في الدرجة، كما لو اجتمع ابن وابن ابن فيقدم الابن على ابن الابن لأنه أقرب. الرابعة أن يتحدا في الجهة والدرجة ويختلفا في القوة، بحيث يكون أحدهما أقوى من الآخر فيقدم الأقوى، كما لو اجتمع أخ شقيق وأخ لأب فيقدم الأخ الشقيق لأنه أقوى لإدلائه بأبوين، والأخ لأب يدلي بالأب فقط. والله أعلم، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.